بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في حقيقة الأمر أن هذا العنوان الذي استمعتم إليه وقد كلفت به، إلا أنه بعد ما قمت بالتطواف حول هذا الموضوع قررت أن أضيف إليه كلمة واحدة. هذه الكلمة هي كلمة مفتاحية في عنوان هذا البحث: أهمية التاريخ والأبحاث في صناعة الهوية المؤسسية السفنية للعمل الإنساني. المعنى هنا يتعلق بإضافة هذا الوصف للهوية المؤسسية، ألا وهو وصف السفنية. وهذا إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث السفينة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. أما الذين في أسفلها كانوا يمرون على من فوقهم يحصلون ماءهم. ثم حدث شيء عجيب وغريب. الشيء العجيب والغريب أن البعض قد تفكر تفكيرا ما وقال: هل خرقنا خرقا في موضعنا هذا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإذا تركوهم وما هم فيه هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر إنما يؤكد على ذلك المعنى السفني الذي أردت أن أؤكد عليه. ومن هنا فإنني في هذه التقدمة أؤكد لكم أن مسألة العمل الإنساني ليست بعيدة عن هذا المفهوم السفني، بل إنني أقترح عليكم جميعا ومنذ البداية أن نتخذه براند أو هوية مؤسسية لهذا العمل الإنساني. تبدو لنا منظومة العمل الإنساني ضمن تصورها الأرحب تربط بين الإنسان وتكريمه في كيانه، وبين الخلق الإنسان وعظمته، وبين الجعل الإلهي وفرادته، الذي يتأكد ضمن هذه الآية الكريمة في خطاب قرآني شامل لعموم الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قصة الخلق الإنساني لم يكن إلا بداية لسنة الزوجية التي تؤصل معنى العمران الكوني. مدار إعمار الكون في خلق الذكر والأنثى، ومدار الجعل الكوني هو في تلك التكوينات الجمعية من القبائل والشعوب وكل التكوينات التي استحدثت من بعد ذلك، لتعبر بذلك عن تلك الحركة الجمعية الناشطة والفاعلة في الكون الإنساني. ومناط الفاعلية في كل ذلك هو في الغاية والمقصد التعارفي لتعارفوا. والتعارف في حقيقة أمره مثلث ذهبي: معرفة أساسية واعتراف متبادل يتمثل في شراكة حضارية إنسانية، ومعروف يتعلق بمنظومة قيم أساسية وجملة من المعايير الكلية. ضمن هذه الصورة للخلق الإنساني والجعل الإلهي تبدو لنا عملية التعارف، تلك التي تذكر بكل المعاني التكريمية للإنسان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لتؤصل لحركة العمل الإنساني المستندة
إلى كرامة الإنسان في كيانه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومعيار التفاضل يكون في تقوى العمل الإنساني، التقوى بما تمثله من فعل حضاري، التقوى الحضارية. إن هذا التفاضل المعني بالعمل الإنساني إنما يدلنا في حقيقة الأمر على حقيقة الاستخلاف. هذا البيان الأول الذي كان إني جاعل في الأرض خليفة، وفي هذا البيان الاستخلافي الذي كان مشفوعا بالبيان الرحماني، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثم بعد ذلك كان مشفوعا بالميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأمر هنا فيما يتعلق بهذا الأمر إنما يؤكد على هذا البيان الرحماني بالرحمة، الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذا البيان كان مشفوعا هو الآخر ببيان إحساني، والذين أحسنوا الحسنى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك البيان العمراني، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. تلك البيانات كلها التي تتعلق بحمل الأمانة وعمران الكون، فيتميز ذلك التصور في العمل الإنساني في جهود مؤسسية راشدة وعادلة وفعالة، وهو أمر يتعلق بدوره بالمعاني التي تتعلق بالفاعلية المؤسسية التي تستند في جوهرها إلى المعاني التي ترتبط بالهوية المؤسسية في هذا المقام، وتصور المعمار الكوني على حد أستاذنا الدكتور عماد الدين خليل أطال الله في عمره، وعلى حد تصوره للرؤية الكونية في المعمار الكوني الذي يشكل رؤية فياضة للعطاء في العالم. إذا أردنا في حقيقة الأمر أن نحدد اجتهادا في مسألة الرؤية الحقيقية لهذا العمل الإنساني في ظل هذا التصور، فإنه في حقيقة الأمر إنما يشكل رؤية للعالم، فلا نجد هوية لفكرة تنظيم هذا العمل الإنساني من فكرة السفينة والتصور العام الذي يتعلق بها في عمران الإنسان والكيان والأوطان والأكوان. إذ تشكل في حقيقة الأمر معمارا لهذا التصور الكوني يستلهم كل عطاءاته منذ ذلك الإنقاذ الأول للإنسانية الذي ارتبط بسفينة نوح، الإنقاذ من الطوفان، إنقاذ البشرية من الطوفان، وبداية واستئناف حياة جديدة. الأمان يكون في العمق كما يقول الحكيم البشري، المستشار طارق البشري، عند الطوفان فإن الأمان لا يوجد على الأرض، ولكن أن تبحر في العمق وثم بعد ذلك تعود إلى الأرض عندما ينحسر ذلك الطوفان، فتنخرط في الحياة إنجازا وإنقاذا. ولهذه الكونية الأرضية والذي يقوم على قاعدة أساسية، عمران الأرض كمقصد تأسيسي وكوني. إذا أردت أن تستلهم في سياق آخر المعنى الذي يتعلق بفاعلية المؤسسة أو الفاعلية المؤسسية، فإن ذلك لا يمكن أن ينتج إلا على قاعدة من نظرية الساقين، ذاكرة ساق تتعلق بذاكرة حضارية مؤسسية ترتبط بحقيقة الأمر بعمق التاريخ
الذي يشكل معملا حضاريا للإنسانية، ليقدم لها خبرات وتجارب تقوم على قاعدة من قراءة هذا التاريخ، قراءة اعتبار وقراءة استثمار. أما الاعتبار هو في توظيف هذه الذاكرة الحضارية ضمن هذا الفعل المؤسسي النائط والفاعل والراشد للعمل الإنساني في وعيه وسعيه وقدراته وفعله وإرادته ومقصده. الذاكرة التاريخية في هذا المقام تشكل جوهر هذه الهوية المؤسسية. يرتبط ذلك بعمق التاريخ الذي يستحضر الطوفان المقبل على الإنسانية، والذي يحف هذه الإنسانية بمخاطم جنبة يؤدي إلى ضياع وفقدان كل هذه الإنجازات العمرانية والحضارية ضمن رؤية حضارية قاصرة تقوم على مسألة تتعلق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا الأمر يتعلق بالقيامة الإنسانية، إنما يحرك معنى المسؤولية في نشاط هذا العمل الإنساني الذي يجب أن نقوم عليه، فنحرك تحت مظلة الهوية السفنية عدة مظلات أخرى فرعية هي من أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهي تشكل براندات فرعية إذا أردنا، أو هوية مؤسسية فرعية تتعلق بأربع نظريات. النظرية الأولى نظرية الفأس، إن الأمر الذي يتعلق بالعمل الخيري والعمل الإنساني يجب أن يرتبط بمعنى الفأس. اشتري قدوما أو فأسا واذهب واحتطب. أما النظرية الثانية فهي نظرية الرباط على الثغر، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وإن هذا الأمر يؤكده حديث آخر، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم، أنت في حديث للنبي أيضا أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا تؤتين من قبلك، أي والثغرة هي موطن الضعف من الحدود أو الثلمة في الشيء أو الفتحة في الثوب، فإياك يا أخي أن تكون سببا في الإساءة إلى عالم المسلمين وعالم الإسلام. ونظرية الثالثة هي نظرية الطمع التي لا تحقر من المعروف شيئا، فإن الأمر الذي يتعلق بالصدقة والتصدق والتطوع والإنفاق إنما يتعلق بالطمع، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما النظرية الرابعة التي تؤكد أيضا تحت مظلة نظرية السفينة في هذا هي نظرية الفسيلة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وليس علينا في حقيقة الأمر إلا أن نمارس مسالك هذا العمل الإنساني الفياض في مساركه المختلفة طمرة وحفاظا ورباطا على ثغرة وتأكيدا على فسيلة نغرسها، والتأكيد الذي يؤكد على المعنى الذي يتعلق بفأسي في سعي ونشاط وعمل وكد. إن هذا الأمر ليس في حقيقة الأمر إلا أن نمارس مسالك هذا العمل الإنساني، هذا العمل الإنساني الفياض بعطاءته ضمن الفهم لهذه الهويات الخمس: الهوية المظلة السفينة، والهويات الأربعة الفرعية التي تتعلق بذلك.
وفي حقيقة الأمر فإن الأمر الذي يتعلق بالسفينة قد يرى البعض أنه يتعلق بأفراد هنا أو جماعات هنا، ولكنه يتعلق كما يتعلق بالإنسان الفرد وسفينة الإنسان الفرد بسفينة الإنسانية الأرض. الأرض بأسرها في هذا الإطار هي سفينة، سفينة الأرض. لست أنا من نحت هذا التعبير، ولكن نحته رجاء الله جارودي، روجيه جارودي، حينما كتب الكتاب المهم الذي قدم له مقدمة رائعة حول حفار القبور. كيف أن هذه الحضارة في وقت من الأوقات عمرت، ولكنها من حيث أرادت أو لم ترد فإنها تقوم الآن بتدمير ما عمر وتخريب وتدمير ما بني. إن هذا الأمر الذي يتعلق بالإنقاذ الكوني الشامل باستحضار معنى السفينة بعد أن ضاقت الحضارة التي افتتنت بزخرفها فخنقت مبررات العمل الإنساني، فتحدثت مرة عن موت الإله ولم يكن ذلك في عرفها إلا مقدمة لموت الإنسان. إن من يقرأ موسوعة أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه يدرك هذا الأمر الذي يتعلق بما أسمعه بثمن التقدم الفادح الذي ربما خنق الإنسان دون أن يدري، وفي إطار هذا الانفتاح الشديد في الدنيا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فأدى ذلك إلى اختلاط الحابل بالنابل وإلى فقدان المعايير وإلى ازدواجها وإلى عنصرية كامنة في فكرة إنسانيتها وإلى تحيزات خطيرة في تطبيقات وتنزيلات في عالم القيم على المعمورة. لا نجد أفضل مما عبر به جارودي كما أشار في ذلك في كتابه نداء ثان إلى الأحياء حفار القبور. وتأتي الساق الثانية ليس فقط في التاريخ، ولكن تؤكد على ضرورة أن تكون هناك مراكز للفكر، مراكز بحثية تهتم بشأن المسألة الحضارية والكونية وتؤصل لمعنى الأمانة والتعارف والاستخلاف العمراني. ضمن هذه الرؤى فإن هذا العقل الذي يستند إلى الهوية المؤسسية السفنية إنما يشكل في حقيقة الأمر عملاً إنسانياً مهماً يجب أن تتراكم فيه الجهود لتشكل عملية الإنقاذ الجديد للمعمورة. إن مراكز التفكير الاستراتيجي والأبحاث والدراسات واعتنائها بالنهوض بهذا التفكير ضمن عقول استراتيجية واعدة تنهض بوضع استراتيجيات فاعلة لا ترتبط فقط بعملية التأصيل، ولكن كذلك ترتبط بهذه المراكز البحثية التي تقوم بأدوارها الحقيقية والجوهرية ضمن العمليات التي تتعلق بإنقاذ البشرية. ولعل هذا ما أكد عليه أستاذ مبرز في حقل العلاقات الدولية وهو كارل دويتش في كتابه تحليل العلاقات الدولية الذي أكد في مقدمته أن العلم الذي يتعلق بالعلاقات الدولية إذا ظل على ما هو عليه سينتج حروبا أكثر ونزاعات أكبر في هذا الإطار. وأما إذا أردنا أن يكون هناك تعريفا مناسبا وأظن أنه يناسب معنى العمل الإنساني في هذا في دراسة العلاقات الدولية فإن دراسة العلاقات الدولية هي فن وعلم لبقاء الجنس البشري.
فلو حدث أن تم القضاء على الحضارة والمدنية خلال 30 عاما القادمة، هذا حينما كتب كتابه، فلن يكون السبب هو المجاعة أو الوباء، ولكن سيعود ذلك إلى السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. نحن نستطيع أن نعالج الجوع والأوبئة، ولكننا لا نستطيع حتى الآن أن نعالج قوة أسلحتنا وسلوكنا كدول قومية. إن تدبر هذه الأمور جميعا في سياق كورونا الكاشفة وحرب أوكرانيا الفاضحة إنما تشكل إدانة حقيقية لهذه الرؤية الغربية للعالم، التي كما زينت الكون بكثير من منتوجاتها المادية والعمرانية التي لا تنكر، فإنها تقترب من خلال فقدان المعايير وأشكال الاغتراب الإنساني ومضادة الفطر الإنسانية الصافية أن تقوم بعملية تخريب كبرى للعالم. حينما تمرر هذه الأمور في ظل عملية فقدان للمعايير، ربما نحتاج إلى تلك الصياغة التي تتعلق بصياغة الإنسان الفرد والحفاظ على الإنسانية الأرض، في ظل رؤية تتعلق بمعنى السفينة وتصوراتها وتوابعها وكل المآلات التي تؤدي إليها في إنقاذ البشرية وفي عمران الأرض. إن الخروقات التي تتعلق بسفينة الأرض انتشرت في كل مكان وصارت من الكثرة في كل زمان، وأدت إلى إرهاصات وبدايات لضياع الإنسان والكيان والأوطان، بل وتدمير الأكوان التي نعيش عليها وعلى أرضها. أين نحن من استراتيجية السفينة وعقل السفينة وإنسان السفينة وعمران السفينة وإنقاذ السفينة؟ فإن تركوهم وما هم فيه هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. بين عمق التاريخ والذاكرة وتجاربه وبين عقل البحث البصير الذي يهندس الاستراتيجيات الكبرى يولد المعنى والمغزى الذي نستمسك به فننقذ سفينة الإنسان الفرد وسفينة الإنسانية الأرض. في كل هذه الأطر كان هذه الورقة، وأنا لا أستطيع أن أستعرض كل هذه الورقة، تلك فقط كانت مقدمة جامعة فيما يتعلق بهذا في إطار العمل الإنساني ومقاصده، العمل الإنساني الذي يرتكز كما رأينا على مفهوم الإنسان والإنسانية، على معنى الاستخلاف والأمانة الحضارية، على المعاني التي تتعلق بالشراكة الإنسانية، على مفاهيم تتعلق بالخير العام والبر الشامل والعمل الإنساني الخيري، على كل قاعدة تؤدي إلى فهم التعارف الحقيقي الذي يشكل أهم مداخل العمل الإنساني، على تلك الواجبات الكفائية العمرانية التي تعمر الحضارة في هذا المقام، على التطوع الوقفي وفعاليات الصداقة الجارية ومفهوم العبادة الشامل. يتضمن كل ذلك إمكانات التجديد واستئناف عمل إنساني جديد يعبر عن هذه المعاني النهضوية والتنموية والتعاضدية والتضامنية. ومن ثم فإن مادة التجديد في تلك الفعاليات التجديدية إنما هي في سياق الكلمات الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفروعها وثمارها في سياق مقاصدها وغاياتها تؤكد على فاعلية المحصلة وتحافظ على استمرارية الثمرة وتراكمها وتأثيرها الفعال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن أهم المداخل الإنسانية في هذا الإطار
هي مداخل التكامل والتداخل في العمل الإنساني في هذا السياق. وفي ذلك كتبت أمرا مهما في هذا السياق الذي يتعلق بجمع هذه المفاهيم المختلفة تحت براند السفينة: العمل الإنساني، المجال العام، المجال الخيري، المجال الإغاثي، المجال المشترك. وفي هذا السياق فإن الأمر يجب أن يرتبط بتفعيل كل ذلك في إطار هذا المدخل المقاصدي في العمل الإنساني والخيري، والذي كتب فيه كتابة رائقة ودافية الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم حينما تحدث عن تفعيل المقاصد في العمل الإنساني والخيري، وأكد في أن هذا العمل الخيري إنما يؤكد على كل هذه الأمور التي تتعلق بتحرير النفس الإنسانية من الأغلال التي تكبلها لسبب أو لآخر وتعوق حركتها وتهدر طاقتها. والتمدين في العمل الخيري ليس مرحلة أولية من مراحل التطور الاجتماعي الطوعي المتعلق بالشأن العام والمجال العام، وأيضا هو هادف للسلم الأهلي في هذا السياق ومحاربة الفقر وكل الأمور التي تتعلق بالكوارث وبناء المجال العام. وفي هذا السياق فإن لي استراتيجية المقاصد التي تعبر عن استراتيجية حقيقية للعمل الإنساني. تحتاج هذه الأمة إلى عقل استراتيجي يجمع بين الإرادة والإدارة. وفي هذا المقام يحسن بنا أن نؤكد على هذا المعنى الذي يتعلق بهذا الإطار الذي يتعلق بهذه الاستراتيجية المقاصدية. 10 أمور تشكل استراتيجية مقاصدية: المقدمات والمقومات للعمل الإنساني، منظومة العلاقات التي تؤكد على الوسط الحاضن لهذا العمل الإنساني والسياق المحيط، ومنظومات القيم الأساسية التي يجب أن تحكمه، والمعايير الكلية التي يجب أن يكون لها القدح المعلى في التأثير في هذا المقام. الأمر الثاني: المجالات، وهي كما يقول الشاطبي دين ونفس ونسل وعقل ومال، وهذه هي أركان العمران. فليس هناك حضارة بدون دين، وليس هناك دين إلا وأنبت حضارة. تحديد الأولويات هو جزء مهم، فالمسائل ليست على شكل واحدة، وتحديد أولويات العمل الإنساني هو ما يجب أن تعقد له المجامع وتعقد له المؤتمرات والورش البحثية. تحديد الموازين والموازنات في هذا الإطار. الأمر الثالث: نظرية الحفظ، حفظ مستويات، وحفظ هذا الذي يتعلق بحفظ سلبي وحفظ إيجابي، حفظ بقاء وحفظ أداء وحفظ بناء وحفظ نماء وحفظ ارتقاء. إن هذه المستويات المختلفة للحفظ هي أمور تتعلق بهذا العمل الإنساني لو أراد أن يقوم بوظائفه الأساسية والجوهرية. وكذلك الأمر يتعلق بالتعرف على خريطة الواقع والمناطات للعمل الإنساني في هذا الإطار، والإطار الدولي والإقليمي الذي يحيط به. وهناك علم غالبا ما نهمله، رغم أن مشايخ المقاصد كان اهتموا به اهتماما كبيرا، ألا وهو علم الوسائل وعلم الآليات وعلم الأدوات وعلم الأبنية والمؤسسات وعلم القواعد والإجراءات بما تشمله كل هذه الأمور. وإن هذا كله من الأمور المهمة في هذا المقام. أنا لسه وتلت 7 دقائق. علم المآلات
وهو العلم الذي من خلاله ندرس به أمورنا التي تتعلق بمستقبلنا وفعلنا وفعاليتنا وتفعيلنا ومؤسساتنا، تتضمن كل المسائل التي تتعلق بالمآلات واستشراف المستقبل. غاية الأمر في هذا الموضوع أننا في حاجة إلى مجتهد من نوع مختلف، مجتهد قادر على إحداث فقه عميق بالنظر الجزئي وفقه دقيق بالنظر الحضاري الكلي، وفقه منظم يتعلق بالنظر المنهاجي ينتظم فيه عناصر الفعل الجزئي بالفعل الحضاري في كلياته. لماذا إذن لا نؤسس علم يتعلق بأصول الفقه الحضاري الذي يؤصل نماذج معرفية ويصوغ عقل المجتهد بما يتناسب مع ذلك المعمار الناظم وتعقد المشكلات وتراكبها؟ وذلك فإن العمل الإنساني واستراتيجياته من أهم الكليات المرتبطة بالوظيفة الحضارية للأمة حضوراً وشهوداً. مسألة هوية الأمة والهوية المؤسسية أنا تحدثت عن هذا، لكن بتكلم عن إحنا محتاجين أربع مؤسسات تسند هذا العمل الإنساني: مؤسسة عدل وعدالة، مؤسسة علمائية، عقل استراتيجي، مدرسة عمرانية. وفي هذا السياق فهن أربعة عيون، عيون يجب أن تبصر كل واحدة من دولي أولها عين: عدل وعدالة وعلماء وعقل استراتيجي وعمران. هذه العيون البصيرة لا بد وأن تكون كل هذه الرؤية المتكاملة ضمن هذه المؤسسات الأساسية، وتؤكد في ذلك على مواجهة التحديات الإنسانية برؤية واضحة وفاعلة في النظريات الإصلاحية في هذا المقام. المؤسسة وهوية الأمة في هذا والهوية المؤسسية هي تتعلق بأشياء كثيرة يجب مطالعتها في مظنها في هذا السياق. وفي هذا الإطار أؤكد في هذا السياق على مسألة مهمة تتعلق بمراكز بحوث السفينة، ذلك أن السفينة حينما حدث ما حدث كان لابد وأن يكون لها مراكز بحوث، مراكز لاستطلاع الرأي وقياس الرأي العام الداخلي والدولي، مراكز لإدارة الأزمة للأزمات، مراكز لإدارة الفرص لأن الفرص تضيع هباء وتهدر، مراكز لاستشراف مستقبلي يجب أن يكون في هذا الإطار. كل ذلك يتعلق بوظيفة الأمة. أختتم هذا بكلمات بسيطة في هذا السياق. ليس معنى أننا قد قمنا بالتركيز على مفهوم الهوية المؤسسية السفنية في العمل الإنساني ضمن هذه الورقة المرتكز على ساقين يشكل مناط الحركة والفاعلية والنشاط في سياق من ترشيد الوعي وتجديد السعي، إن أن الأمر يقتصر على ما ذكرنا، ولكن الرؤى الأخرى التي تمثل موضوعات غاية في الأهمية تتضمنها الكلمات الأخرى والبحوث المختلفة وفق ما قامت به من جهد تلك العقول التي نهضت بالإشراف على هذا المؤتمر من تقسيم وتصنيف موضوعاته لتشكل في حقيقة الأمر رؤية متكاملة للعمل الإنساني. إلا أن الأمر يظل فيه مفهوم الهوية المؤسسية السفنية يشكل رأساً لهذا العمل وإيذاناً ببدء خطة الإنقاذ الثاني المتعلق بالعمل الإنساني في إطار النموذج السفني الذي يتميز بشمول عناصره ودوائره ومستوياته المختلفة لكل فعل إنساني، بداية من الإنسان الفرد وينتهي إلى الإنسانية الأرض، ويستوعب كافة الدوائر الأخرى
مهما ضاقت أو اتسعت، فيهتم بمستويات العمل الإنساني على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة وإطار التعاون الإنساني الدولي، وهي رؤية تعبر عن نفسها ضمن رؤية الإسلام الكونية الكبرى التي تحافظ على عمران الإنسان استخلافاً وارتقاء بالكون عمراناً. شكراً جزيلاً.